ضابط امن الدوله عزم معتقلا سياسيا. ليه؟ ليه هيعمل بيه ايه؟ معتقل وجوه المعتقل محكمه الجنايات قد تجيب الحكم. فلننظر الى الحكم وننتظر ان يفصل القاضي قبل ان يفصل الاعلام. سيد الرئيس فارق ما بين حريه الصحافه وحريه الوقاحه، سمع روانه، فارق بين حريه الصحافه وحريه الوقاحه. بتنا نرقل في اطار حريه الوقاحه. بداوا برمز الاسلام شيخ الازهر فالبسوه رداء الكهنوت ووضعوه في صدر الصحيفه وجلوا هذا السي والاحتلال. ثم عرضوا على الرجل الوطني البابا، ثم مروا بالشرطه. هنبص اختبار نشوف عصا الشرطه هتجرى لها ايه؟ ما هو عصا الشرطه دي اللي بتكون. وحبوا بقى يخشوا على منصه الاداره لقوا سلوك كهرباء، لا قدس الاحداث الاداره لا ولم يمسوا واحد. ده اخر حصن. واخيرا دخلوا على رئيس الجمهوريه، رمز الامه، رمز الشرعيه، وعينوا مش عينوا والبورصه اهتزت والدنيا خربت. انا هاخد دقيقه واحده اقول لي معلش فيها حاجه وامشي عشان تعبت يا باشا. تعبت من القضيه وتعبت نفسيا وتعبت من خلق الادله وتعبت من الكيك وتعبت من الزيت. اول امبارح معاليك معاليك تحملني معاليك اول امبارح معاليك حضرتك المستشارين كان في برنامج اسمه المحور 90 دقيقه. انا خبت على مستوى باشا ديمون يعرض لمقاله كاتبها رئيس تحرير الوطن الكويتيه عنوانها لا تعيرني ولا عيرني. بيقول ان اللي يخش اسم شرطه في مصر مفقود والخارج مولود، فلما يجوا هنا ياخدوا بالجزمه يحمدوا ربنا عشان هناك بياخدوا هنا بياخدوا بالجزمه وياخدوا فلوس، هناك بياخدوا بالجزمه وما بياخدوش حاجه. ولما القطر بيقع بيدوا كل مصري ب 2000 جنيه اللي هو 20 دينار اللي هو ثمن الغساله الكوريه. شفت عملوا فينا ايه معاليك؟ شفت حصل لنا ايه؟ شفت مصر بيحصل فيها ايه؟ من اعلام اصفر يلوث كل شيء في مصر، يجعل كل ابيض سوادا وكل اسود اكثر سوادا. انا لو واحد جه وقال لابويا بصفته ونعته اديله بالجزمه اقول له طالما تحدثت عن ابيك فاذهب الى جهنم وبئس المصير. سيد الرئيس هذا وديعه قتلكم. لم يتنكب جنين يرنو الى ان يخرج ليؤدي دوره مره اخرى في منظومه العمل الشرطي في حمايه امن مصر وحمايتنا جميعا جميعا في مصر. وفقكم الله والامر من بعد ومن قبل لله سبحانه وتعالى.